بدي رحب بكل المشاهدين اللي انضموا لنا بهذا الوقت طبعا عبر شاشة الان بي ان وبشي جديد. كل يوم انا ولارا عم نطلع عليكم لنحكي بمواضيع جديدة ومن حياتنا اليومية. ضيفتنا لليوم ننطرها دايما من حلقة لحلقة لتعطينا نصايح كثيرة ولتنقلنا الطاقة الايجابية وتعطينا يمكن معلومات وتبس صغار بنقدر نمشي عليهم بحياتنا اليومية لنقلب يمكن كل المعايير بحياتنا ونصير دايما نفكر بطريقة إيجابية ومشاكل كتيرة بتساعدنا نتخلص منها. كرمال هيك بيسعدنا لليوم تكون ضيفتنا دكتور كلير عواضة وهي المدربة العالمية للبرمجة اللغوية العصبية مايند كوتش، مثل ما أنا ولارا وكل المشاهدين ناطرينها بدي أدعي كل الأشخاص يتابعوا هيدا الحلقة لآخرها. هاي لارا. هاي مروة، كيفك؟ تمام. وأنا بدوري كمان بدي رحب فيكم مشاهدينا ورحب بكل شخص انضم لنا بهيدي الحلقة. مثل ما قلت من حياتنا اليومية، خاصة هيدا الموضوع اللي رح نتطرق لإله نحن وضيفتنا بهم كتار منكم، فخلونا سوا نرحب فيها دكتورة كلير عواضة المدربة العالمية للبرمجة اللغوية العصبية مايند كوتش. أهلا وسهلا فيك معنا. صباح الخير. تمام، ماشي الحال؟ كله تمام. يعني كلير، كنا عم ندردش تحت الهواء وعم نحكي اليوم في أشخاص بحياتهم بياخذوا أمور بشكل إيجابي، بينبسطوا بحياتهم، هن بيكونوا جوات خلينا نقول متصالحين مع نفسهم هالقد، بس كل حدا فيهم بيروح لمحل يمكن يكون صح ويمكن يكون غلط. كل حدا كل يوم فينا بيتطرق لامور كثيره وعديده بحياته. في اشخاص بيكونوا اذكياء بيمشوا كثير لبعيد وبينجحوا بحياتهم، في اشخاص في امور بياخذوها بحياتهم توقفهم محلهم او بترجعهم لورا. اليوم هيك شو عندك تخبريني؟ هيدي هي اللي انا كمفتاح انا بقول هي شو القصه اللي عم تخبر حالك فيها اليوم. كل انسان عايش بقصه، والقصه اللي عايش فيها هي براسه على طول عايش القصه، فبيقوم بفيق الصبح على سيناريو موجود براسه. حسب هيدا السيناريو هو بيوجه الفوكس تبعه بحياته. فهون نحن بدنا نشوف الناس وين عم بتوجه الفوكس تبعها. لما عم بتقول بتلوم حالها على انه وصلت او ما وصلت، هي نحن بنلعب دور، نحن اكتريه الناس، ما بدي اقول نحن بنلعب، اكتريه الناس بيلعبوا دور الفيكتيمز، يعني دور الضحايا، ضحايا المجتمع، ضحايا اللي عم بيصير حواليهم. بس هي بالحقيقه هي القصه اللي بيخبروا حالهم فيها، وبيكون في نقاش بينهم وبين حالهم most of the time لانه يوصلوا او ما يوصلوا. في اشخاص مثل ما قلتي ضحايا، يمكن بيومياتنا بنشوف اشخاص بيقولوا ليه هو ناجح وانا ماني ناجحه؟ صح. ليه هيدا هالقد؟ يمكن عم نعيش نفس الظروف، يمكن نفس المكان، بس هيدا طلع كثير ووصل وانا بعدني محلي. فحبيت فكره شو قصتك اليوم. يمكن اول شيء بنساله لاي حدا تعبان او زعلان شو بيك، او يمكن شو مبسوط، شو قصتك؟ شو قصتك؟ فاليوم كيف بدك تخلينا ناخذ قصتنا بشكل صح وما نرجع لورا، خلي قصتنا تمشينا لقدام. اوكي، هلا الناس اللي بتقول مثلا بتجي بتحكي القصة، بتحكي بينها وبين حالها. مثلا افرضي بدهم يقدموا على شغل، او بدهم يروحوا على شغلهم، او بدهم يتعاملوا مع الموظفين، فبيبقوا هن عايشين بقصة براسهم انه وضع الشغل مش مريح، انا تعبان بيني وبين حالي، ما في شيء عم بصير مثل ما انا بدي. قصته هو عم بيشوف الاشياء البشعه اللي موجوده بمجال عمله. هون بنتجه للناس الناجحه. بنرجع الناس الناجحه بتروح بتقول انا شو فيي اعمل شيء مختلف اليوم، كيف فيي اطور، وين في مجالات جديده لإلي. بغير الفوكس تبعه من قصه اللي شايف الاغلاط لقصه اللي انه هو شايف الاشياء الحلوه. فهو بيلعب السيناريو براسه الانسان. نحن بنقول حتى بمبدا بتسموه بالعربي قانون الجاذبيه، The Law of Attraction. شو بنقول نحن؟ احنا بنقول اللي انت بتعمل فوكس عليه هو اللي بتحصل عليه. بس كيف تعمل فوكس؟ الفوكس ما بيصير لوحده من دون قصه بنقولها لحالنا براسنا. فنحن لما بنخبر حالنا الخبريه بنخبر حالنا الخبريه ومنعيشها ومنشعرها. فمنقول اي شيء بالحياه قبل ما بيصير معنا بيصير معنا مرتين. بيصير معنا اول شيء براسنا، القصه اللي بنقشعها براسنا وبنحسها، نكست ثينج نحن منلاقيها قدامنا منعيشها مرتين. صح. هون القصة جوا والقصة براتنا، القصة اللي ترجمت على الواقع. نعم. ولكن يمكن مثل ما قلتي في سيناريو، ولكن ذكرت لارا في شخصين يمكن عندهم نفس المقومات، شخص يمكن بيكون السيناريو إيجابي وشخص بيكون سلبي. هون من وين إجا هذا السيناريو؟ يعني يمكن شو التراكمات جوات نفسية أو جوات عقل كل شخص تهي وصلته أصلا يوصل عم بيشوف القصص بهالقد سلبية؟ أوكي. هلأ الترسبات مثل ما دايما بقول طبعا بتجي من الانفايرمنت، من الطفولة، من المدارس. أوكي. بتجي من هونيك الترسبات. بس يمكن شخصين نفس الترسبات أخذوها، وكل واحد أخذها بطريقة، اللي كل واحد أخذها بطريقة حسب ما ركب القصة براسه.
أوكي. فالعقل هو الإنسان عادة بيركب القصص حسب شو؟ حسب، في ناس بتعمم كتير، يعني بتقول إذا هولي مثلا نقول بمجال تلفزيوني بتقول طيب اوكي نحن هون وصلنا، هيدا محلنا، ما الكل نفس الشيء، قد ايه لهم وقت بزيت الوضع بزيت الوضعيه. هن شو عملوا؟ هن عمموا. في ناس بتعمل مثل تخيلات ديستورشن، يعني بيصيروا يشوفوا الامور اكبر، بيشوفوا الامور اجمل، بحلوها، بيطلعوا بيقولوا انا لا انا هدفي اكثر من هيك بكثير، انا بعرف اني حقق حالي اكثر من هيك. شو بصير؟ بصير راسهم بخطط ليوصلوا محل ما بدهم، فاتنيناتهم بذات الجو، بس كل واحد رسم القصه مثل ما هو على بده على ذوقه. فالانرجي تبعيته الانسان طاقته وكيف بيرسم قصته بصير. اذا الانسان بضل ينق على وضعه ما بيوصل لمحل، بينما الانسان اذا بيشوف شيء وبيحاول يقول انا شو فيي اعمل تغير، هون غير اتجاه راسه، غير قصته، غير الواقع اللي فكروا واقع. لأنا بقولهم أنا الواقع منه واقع، الواقع هو موجود بداخلنا كيف نحن منقشع الأمور. هون بصير في عنا الاختلاف. بدي أرجع بس لنقطة قلتيها، وبعتقد في كتير أشخاص مش بس بعالم التلفزيون، بأي شركة اليوم، مزبوط، بأي محل. قلت شغلة أنه قالوا ما كل العالم هيك وشو بدي غير. هل هو الأشخاص بيكونوا هن مرتاحين هروب من مكان، يعني مرتاحين هالكومفورت زون، خلينا نقول هيدا المكان الآمن تبعه، هو اللي بخليهم يقولوا ما كل العالم هيك، صح، لما يعذبوا حاله لما يخافوا، هيدي شغله ثانيه، عم يقفوا محلهم. هيدي شغله ثانيه، الكومفورت زون عدو الانسان. خليني اقولها، اللي عايش الانسان بالكومفورت زون هيدا عدوه، بخاف من التغيير. الانسان بطبعه بخاف من المجهول. فتخيلي انه انسان موجود بشغله، اوكي دخله محدود هالقد، انا ماشي حالي. طب بيقول انا شو عرفني شو في برا تا انا اخطي هالخطوه؟ عاش بالكومفورت زون، فخليني بلا ما اطلع لبرا. تاني اللي بفوت بقصص جديده بيقول لا، وانا كثير شفت ناس هون كانوا بوظائف كتير منيحة لهم وعندهم دخل كتير عالي، تمردوا هالشي لأنه شافوا حالهم بمكان ما أكبر بكتير وأخذوا الطريق، وبالفعل نجحوا. فهي بالنهاية العيش اللي منعيشه جواتنا، نحن كيف منطلع بحالنا جواتنا منعكس على حقيقتنا اللي هي بتصير برا. فالكلمة اللي قلتيها كتير حلوة، هي الكومفورت زون هو عدو. بس هيدا يمكن مثل ما قالت لارا، في اشخاص بيقولوا لا بدنا نضل على هيدا السيف سايد لانه بخافوا. يعني هون بنوصل لفكره الخوف. انا بقول ما تنقوا هلا يعني قد ايه ما فينا، قد ايه صعب. انا بقول لهم ما تنقوا، بدكم تضلوا عليه، بدكم ما تنقوا. اف ذس از وات يو وونت ما تنقوا. هلا انتبهي، ما بعرف قد ايه يمكن في محل فينا ننق بطريقه بوزيتيف، بنكون يمكن ما بعرف اذا فينا نكون طموحين، عم ننق على شيء تنغيره للاحسن. حلوه مني، أوكي. صح. بس يمكن قصدك منا يمكن هيدا النق البوينتلس، انه بس نحن عم ننتقد لعدم التغيير. مزبوط، يعني في ناس بتنق لمجرد النقد مش لانه بدها تغير. بس فينا النق، مش بمعنى النق، فينا نحط شو منا، شو الكومبلينز تبعيتنا بحياتنا تنقدر نقطع ونوصل للي بدنا اياه. بس في ناس بتنق وبتضل قاعده محلها، فهيدي هي عم بتضيع وقتها وعم بتضيع وقت على فكره اللي عم بتنقله او تنقلها. يعني هون المشكله، عم نعيش بالنيجاتيف انرجي لنا لحياتنا وللاخرين. صح. اليوم هيك موضوع الخوف بعتقد شيء كتير اساسي، مش بس خايفين، يمكن في اشخاص بخافوا من المكان اللي هن فيه، بيكونوا ناجحين بس خايفانين. صح. بس في اشخاص بخافوا كلير بحياتهم، ما بيعملوا اي نقطه ايجابيه ليمشوا. في اشخاص بخافوا بياثروا على الاخرين وبيصير الجو كله نيجاتيف ورعب. فاليوم شو هالاشخاص بتقوليهم كيف يقدروا يتخطوا الخوف؟ لانه بالبدايه وقت تعرفت على موضوعنا قلت في اشخاص بيوقفوا محلهم، في اشخاص بيرجعوا لورا وبيروحوا لقدام. اليوم الاشخاص اللي بيروحوا بيقفوا محلهم قلنا اللي يمكن بالكومفورت زون قاعدين ما بدهم يطلعوا، بس في اشخاص كمان الخوف هو كمان عم بخليهم يكونوا محلهم. شو بتعطي؟ هلا انا الخوف بقول يعني الانسان اوقات الخوف شيء منيح له بمناطق معينه بحياته، الانسان بيحميه. اوكي بس في ناس لانه بيعيشوا خوف من المستقبل اللي هو ما حدث، يعني ما صار معهم، بيعتمدوا على شيء بالماضي مثل ما كنتي عم بتقولي. يعني بياخذوا الخوف من قصه فشلوا فيها بالماضي،
بتوقفهم محلهم، بتوقفهم محلهم انهم ما يتقدموا. فانا هون نصيحتي لهم يروحوا للماضي ويقولوا شو ممكن انا اخذ منه كخبره كاتعلم لاني ما اغلط فيه للمستقبل. هيدي هي النقطة اللي فيهم يغيروها، يعني يقشعوا الصورة مثل ما كانت بس يتطلعوا فيها بطريقة انه انا اكتسبت شيء جديد بحياتي وهيدي الخبرة، فليه أنا بدي أخسرها هيدي الخبرة؟ فخليني أتعلم منها شيء، فأنا بيخد منها هالشي منشان لما أعمل الخطوة اللي بعدها بعملها وبتحاشى الغلط اللي أنا غلطته بالخبرة السابقة. طبعا يتكرر يمكن نعم. هو ذاته الخطأ. كانت لارا عم تحكي عن الخوف، يعني بس كل الأشخاص مثل ما قلت بشي محل يمكن ضروري الخوف طبعا نتهور طبعا كبحن على قصص يمكن مزبوط. يعني هون بدنا نقول إنه كلير لاعتدال، مش نروح للإكستريم بالحالتين ولا يمكن بالخوف ولا بأنه نكب حالنا وما نفكر بولا شيء. يعني جواتنا عن جد نوصل monsters inside me للوحوش اللي جواتنا يمكن قدي نحن هون بدنا نكون ذكية بشي محل تنقدر نعمل يمكن كنترول عليهم ونخلي عنا اعتدال بحياتنا بكل شيء. هلأ في ناس بفوتوا بالخوف لدرجة أنا بسميها وصلوا لحالة الانكزايتي. أوكي. يعني هيدا بصير فعلا مرض بضر بجسمهم. الانكزايتي شو يعني؟ الانكزايتي الخوف من المستقبل. أوكي. لأنه عمره ما إنسان بصير معه انكزايتي وهو عايش هلأ، لانه انت لاحظتك، انت عارفه شو عم بيصير معك، انت عايشه هاللحظه. بيعيشوا الخوف لما بيكونوا عم بيفكروا ببكره وببعده وباللي بعده، شو بده يصير بحياتي، شو بده شو. فهيدا عاش بالانكزايتي. في ناس كمان هيدول اللي سميتهم مونسترز انسايد مي بيعيشوا بالديبرشن، كمان بيعيشوا بالديبرشن لانه عايشين بقصه قديمه وعم بكرروها على راسهم. هيدول اثنين نحن لازم نتحاشيهم. هيدول الوحوش اللي موجودين بداخلنا، الوحش اللي هو انا ما عم بقدر اعيش لحظتي. انا لما اقول لهم عيشوا لحظتكم ليف ان ذا ناو، شو بقصد فيها؟ بقصد فيها انه ما نرجع على الماضي لأنه عشنا فترة من حياتنا ما كانت ناجحة، وما نفكر ببعدين على أساس أنه من الماضي نحن حنفشل. نحن اللي ما نعمله ما نخطط، ما نعيش على موضوع التخطيط، بس الخوف منوجده كيف نخطي خطواتنا. أوكي. هيدا هون الخوف. يعني أنا كل خطوة بدي أختيها بدي انتبه خطوتي وين عم وجهها وكيف عم بتصرف. تعرفي كلير وقت عم تقولي أنه فكروا بهلأ عيشوا هلأ، لأنه يمكن في كتير أشخاص اللي عم بيعيشوا بالماضي هن أصلاً مش عم بيشوفوا شو عم يمرق هلأ نسينه. ممكن من نجاحات أو ممكن خطوة ناجحة لإلهم ما عم بيشوفوها. صح. طب هون الأشخاص وكتار هن كتار أنا أكيد اللي عايشين بالماضي أو حتى يمكن هن بنقوا كتير وعم بخافوا كتير وكل هيدا الأمور بشكل سلبي، شو بتعطيهم؟ يعني شو بتقولي لهم؟ لازم يكون عنده ثقة بنفسه، لازم يكون عنده قوة داخلية، هو بده يشتغل على حاله، حالة وعي. شو كيف بده يوعى؟ يكون عنده أوير باللي حواليه. ما بقدر. أوكي. ما في. أوكي. أول شغلة اللي بدي يعملها اللي صار معه بالماضي دائما يتطلع فيه مش كفشل. يعني بده يلغي كلمة الفشل من حياته. أنا أول ما بقول اللي صار معي خبرة حياتي تعلمت منها، أنا شلت الخوف. تاني شغلة أنا بصير بقول لحالي خليني أوعى على يومياتي مثلا بالليل، خليني أتذكر أنا نهاري كيف قطع، مين قشعت، مين شفت. لقلك ليش؟ لأنه الإنسان اللي عايش بالخوف بين مبارح وبكرة في إشياء كتير opportunities حتى بتقطع بحياته ما عم يقشعها. ليش؟ لأنه العقل ما بيقدر يحمل معلومات كتيرة، بينفجر. صح. بينفجر العقل بالفعل، بصير بفوت بحالة illusion. شو بصير مع الإنسان اللي عايش بصراع براسه؟ شوش. بصير يتخيل أمور مش موجودة مش حقيقية. صح. بالفعل بيتخيل الناس قالوا شغلات ما قالوها، بيتخيل الاشخاص حيتصرفوا معه تصرف بطريقه مش مزبوط، بيعطون صفات منا موجوده فيهم. هيدا كله الانسان بفوت بحاله illusions حقيقيه ما معه خبر فيها، مجرد لانه الانسان عايش بضغط. اللي نقول شو هو الضغط النفسي؟ اللي هو بضغط مبارح وبكره، هيدا هو اللي بيوصله لعدم الفوكس، عدم التركيز على شغله معينه. عدم التركيز. وهون يمكن الاشخاص اللي بيوصلوا لهيك مرحله بيفقدوا كل شيء تقريبا بحياتهم، يعني ببطل عندهم مثل ما قلتي تركيز، ولا ببطل عندهم سيطره، ولا عندهم على سعاده ولا عندهم سعاده. يمكن هون بيوصلوا لمرحله بتعرفي كلير بعتقد عم تشوفي كثير حالات بيخسروا شغلهم، بيخسروا اشخاص بحبوهم بحياتهم. ودائما بنلاقي الاشخاص بيقولوا عنده
حاله نفسيه. يعني هون بنصير بنقول انه حاله نفسيه، يعني بعض الاشخاص بيفهموها بطريقه غلط انه هيدا الحدا عنده مشاكل بعقله، يعني بنصير دغري بنحطه بخانه حاله مجنون نفس. صح. وحاله نفسيه. صح. فحكينا هيك لما نقول حاله نفسيه شو يعني، وقد ايه هدول القصص بعقلنا لما يزيد هالقد ضغط علينا بياثر علينا. هلا انت قلتي كلمه مجنون، مزبوط. يعني هيدي الكلمه لحالها بتفسر حالها، جايه من العقل. صح. شو يعني مجنون؟ انا بعد قبل شوي قلت illusion، يعني بصير يتخيل امور ما صارت. يعني يمكن انا استبقت على السؤال تبعك. هو الانسان لما يصير يتخيل يعني فات بهيدي الحاله. أوكي. نوعا ما. فما في شيء اسمه حاله نفسيه، في شيء اسمه حاله فكريه. يعني انا فكرت بالامور، شعت على ذوقي، اثرت على تصرفاتي وحياتي، فنحن سميناها وحطيناها بخانه حاله نفسيه. يعني انا لهلا ما بعرف شو يعني كلمه نفسيه. اذا نجي انا ما بعرف شو يعني كلمه نفسيه. اصلا انت ما بتعرف شو كلمه نفسيه، والمشكله اذا انت مايند كوتش ما بتعرف يعني حاله نفسيه. في اشخاص هن عم بحطوا على حالهم. يعني بحلقه سابقه معي كلير قلت انه في اشخاص بجاوبوا الجواب بطريقه جوابهم هن عم يعملوا حياتهم اليوميه. مزبوط. بكلمه واحده بتغير كل شيء. مزبوط. قلت حاله نفسيه، في اشخاص بدك مضغوطه نفسيا. مضغوطة. فهون قديش انا عم حط نيجاتيف حتى بجملتي بجوابي بحياتي بكل هيدي الامور. كيف لحتى تعطي نصايح قد ما فيك ما بقى نسمعها، لانه عم نعمل يمكن مشاكل اكثر، ويمكن عن جد ساعتها اذا ما في حاله نفسيه حتصير حاله منا نغير منا نغير القصة اللي منقولها لحالنا بتغيير معتقداتنا عن حالنا شو نحن. مجرد نحن غيرنا القصة. هلأ يمكن أنا يقولوا لي مش سهل الإنسان يغير قصته، وأنا بقول لهم معكم حق 100%. اللي منا نشتغل نحن إنه أنا شو البيليفز تبعيني، شو الفاليوز تبعيني، شو معتقداتي اليومية عن حالي، شو أنا متشرب بحياتي اللي أنا أخدتها أبزورب. أنا هولي بدي غيرهم لأقدر أنا غير القصة اللي بخبر حالي فيها. أنا لو كل يوم كتبت جورنال قدامي وأنا قلت طيب هيدا أنا اللي بدي أوصل له، بس أنا ما عم بقدر أوصل له لأنه في تخزينات بعقلي الباطني ما عم بتخليني أوصل له. أنا مع التكرار لما بشتغل على حالي كل يوم كل يوم كل يوم، بقول لحالي أنا بدي أتحدى حالي، أنا بدي أتحدى حالي. وبيعمل الفيجن لإله وبيصير يكتب يوميا على هو اللي بده إياه، ويقول رغم الظروف ورغم كل شيء أنا رح أتحدى. الإنسان لما بيعطي تشالنج بينه وبين حاله، لأنه إذا مش قادر مثلا يروح على كوتش يقدر يساعده أو أي حدا يقدر يساعده، هيدي الطريقة الوحيدة اللي ممكن يعملها تيقدر يطلع من اللي هو موجود فيه ويستمر بحياته. قديه بهيدي الطريقة بيعرف قيمة حاله؟ قديه في أشخاص ما بيعرفوا قيمة حالهم، ما بيعرفوا شو قدراتهم، ما عم يعطوا حالهم وقت يكتبوا، لأنه برأيهم اللي حيكتبوه هو اللي عم يطبق. أنا بشكرك لأنه لفتي لي نظري لشغلة. أنا بقول لكل إنسان يكتب عن حاله شو الفاليوز، الأشياء الحلوة اللي فيه. متى ما كتب الإنسان الأشياء الفاليوز الحلوة اللي فيه بيلفت نظره لحاله، لأنه الإنسان بينسى شو عنده. دائما الإنسان بيشوف غيرهم شو عندهم، بس ولا مرة الإنسان بيتطلع بحاله بيقول طب ما أنا هيك وأنا هيك، طب أنا إذا الناس بتحبني شو عندي للناس تحبني؟ ما هيك بده يفكر. صح. طب لكن أنا بدي أحب حالي كمان بالأول. فهيدول الفاليوز كتير مهمين انه الانسان يتطلع فيهم. صح. ويتطلع على الاشياء مثلا اللي ما عم تخدمه بحياته، بس يشوف شو عم يستفيد منها انه ما عم تخدمه بحياته. ليه هني موجودين بحياتي؟ شو الهدف من وجودهم؟ بل انا لما بتطلع بهول الامور كمان بعمل شفت بعقلي وبصير بنظر للامور بطريقه. صح. مختلفه. ويمكن ذكرتي يحط النقاط اللي بحبها بحاله. صح. هون بتوصلنا لفكره كتير مهمه، يمكن ما نتطلع على الاشخاص الثانيين، يمكن نتطلع على الاشخاص الثانيين شو بحبوا فينا. صح. بس ما نتطلع يمكن شو الفرق بيننا وبينهم. صح. او شو فينا نعمل تنصير مثل هيدا. صح. الشخص لانه يمكن بنظرنا هو ناجح، مع العلم انه يمكن حتى هيداك الشخص بينه وبين حاله كمان منه مبسوط ومنه مرتاح. مليون بالمية. انا كثير ناس تجي لعندي بتكون كثير سكسسفل وناجحه بس مش شايفه حالها ناجحه. هلا في شيء نحن بنقول له شيء مودلينج اكسنس، يعني فينا نراقب الناس الناجحه كثير بس مش نقلدهم، يعني نشوف طريقه افكارهم لو وصلوا لمناصب معينه بحياتهم كيف تفكروا بالبوزيتيفيتي تبعيتهم، شو الخطوات، شو حكيوا مع حالهم
لوصلوا. هيدا هو اللي مزبوط نعمله، بس مش نحن نجرب نصير مثلهم، لانه يعني هون يمكن بنصير عم نحط على حالنا بعد مشكل زياده، لانه ما في شخصين مستحيل بنخسر الايدنتيتي تبعنا كمان اصلا يعني. بتبطل مبين صح، يعني في اشخاص كثير بنشوفهم بنعرف انه يي عم بقلد فلان او فلان، اصلا ببطل هو يعني بيصير قاعد مثل كانه عم بيمثل الاشخاص بشوفه. ما هون انا ليش قلت بقلده التفكير ما يقلده، يعني بدنا نقلد شو الصور اللي اشعوها لوصلوا بحياتهم، شو حكيوا مع حالهم لوصلوا بحياتهم، شو حسوا لوصلوا بحياتهم، هيدول نحن اللي ما نطلع فيهم، بس نحن ما بدنا نيجي نقلدهم بشخصيتهم بالكاركتر تبعهم. لا، لانه دائما بنحب نفكر بايجابيه وناخذ الامور بايجابيه. يمكن في كثير اشخاص بيقولوا لك كلير كثير صعبه، كثير صعبه اني انا اعمل اي خطوه ايجابيه بحياتي، بس بعتقد لو بيعطوا فرصه لحالهم مثل ما كنت عم بتقولي، فكر بالاشياء الحلوه اللي فينا، نسمع او نتخيل اشخاص كانوا يقولوا لنا كلمه حلوه، قد ايه نحن نفسيا نضحك. يعني اليوم انت عم تحكي وانا لحالي يمكن عم بفكر او عم نعمل ايفالويشن لنفسنا، بتلاقي انه انطلق تروحي شي خمس خطوات لقدام. فكثير اشخاص فيهم يعملوا هيدا الشيء، اكيد فيهم يعملوا. انا بدي اقول لهم كمان للاشخاص اللي بيقولوا لي كثير صعبه، لحظه لاقول لك شو رح اقول لهم، رح اقول لهم معكم حق كثير صعبه. It's what you think. It's اللي انت بتفكر. اذا بتفكرها صعبه انا رح اقول لهم مزبوط معكم حق كثير صعبه. بينما اذا بتجي بتقول لي لا انا رح امشي بهالطريق وانا حخطط لحياتي، كمان رح ينجح. فاللي بيقول صعب حينجح واللي حيقول سهل حينجح، فحسب الستوري اللي بتقولها لحالك بالنهايه، هيدي اللي بالنهايه هي القصه. وهون كمان قد ايه بيختلفوا الكلمات اللي بنستعملهم. يعني كانت لاري عم تقول حتى في كلمات نحن يمكن لو عم نكون عم نفكر بايجابيه بس لا شعوريا نحكي مع حالنا بطريقه نيجاتيف، يعني انه القصص هيك الكلمات حتى اللي بتطلع منها بتطلع كلمات سلبيه. هلا كمان بقانون الجاذبيه نحن بنقول دائما لانه العقل نيجيت ذا نيجاتيف وورد، يعني العقل بيمحي الكلمه النيجاتيف، يعني ما يقول لحاله انا ما بدي اعمل هالشيء. أوكي. يقول لحاله شو اللي بده اياه، ما يذكر للي ما بده اياه. هول الكلمات الراس بيعمل لهم افرميشن، شو بصير الفوكس تبعه. مثلا بيقول انا ما بدي اقشع شخص معين اليوم. أوكي. شو العقل سمع العقل انه انا بدي اقشع هذا الشخص. بالعكس سو اللي انت بتقوليه لحالك ما بدك تعملي له ستيتمنت بالنيجاتيف، بدك تعملي له بالبوزيتيف. فدايما انا بقول اكتبوا للي بدكم اياه، مش تقولوا انا ما بدي اعيش هالحياه، ما بدي اكون هون، ما بدي اعمل لا it doesn't work. قولوا شو اللي بدكم اياه مش اللي ما بدكم اياه تتوصلوا لاهدافكم. صح، لانه يمكن بالعقل الباطني مثل ما قلت كل شيء عم بيصير بالعكس. صح. ذكرت لارا الخوف. بس هو فعلا يعني مثل ما قلت الاشخاص اللي بيقولوا ايه خايفين تقولي لهم ايه في خوف. بس بتعرفي ليه؟ لانه فكره قلنا هدول المعتقدات اللي من جواتنا هن ربيوا معهم الاشخاص. يعني هن هدول البيليفز، قصص والتراكمات، الاراء بالمجتمع، افكار ربينا عليها، تقاليد وعادات هن ترسخوا فينا. قد ايه هون كمان بدنا نستعمل كلمه صعب على الاشخاص يوصلوا لمرحله يقتنعوا هدول البيليفز هن غلط، وانا بدي بلش اليوم من اول وجديد ابني يمكن شخصيتي على اساس معتقدات وتقاليد جديدة هي صح وهي بنظري صح وهي اللي حتساعدني أتقدم لقدام. هلأ واحدة من الشغلات الإنسان يكون عنده يرجع السلف كونفيدنس، عنده ثقته بحاله. هيدي واحدة اللي بتشيل شوي من الخوف من حياته. في شغلة تانية اسمها السلف لوف، كمان لما الإنسان يحب نفسه. لما بحب نفسه بيكون عنده الكونفيدنس، بيصير يدور على الامور اللي بحب يعملها ويكون عنده ثقه فيها بحياته. هون منزيح شوي الخوف على جنب. اوكي لما الانسان يتطلع بالفاليوز مثل ما حكينا والسلف وورث، قد ايه الانسان هو قيمته لحاله. كمان هيدي بتخفف الخوف. ومن وين بيجي الخوف؟ بيجي الخوف من الداوت، من عدم الثقة بنفسه للانسان، بالشك. فهول بيأثروا عليه للانسان لانه يخطي خطواته لقدام. يعني عن جد هيك واحد بيقدر يبرمج حاله من اول وجديد. بس حبيت انه قلتي صعبه، لانه يمكن اول شيء بيقولوا لك صعبه بس يمكن مع التكرار وكل يوم هيك بطريقه ايجابيه. اصلا انا بحس امرار نحن فينا نضحك على حالنا بمرحله مراحل، بس يفيق الواحد الصبح هو بيقدر يعمل هيدا المود الحلو له من كلمتين، يمكن يقف على المرايه يحكي مع حاله، وهيدي يمكن بخليه يحس حاله قد ايه عنده ثقه بنفسه وقد ايه عنده قوه. وين ما يروح بتلاقي الدنيا كلها عم تضحك لك لانه انت قررتي اليوم. صح. القرار وال اللي بدنا ناخذه بحياتنا باليومياتنا، ما حقول بحياتنا كسنين، انا السنه اخر السنه شو بدي اعمل، كيوم بيومه. فهيك عم نعطي ايجابيه للناس قدروا
تشيلوا قدامكم الاشياء السلبيه. طيب غير اني في انا الصبح اقول بدي اكون مبسوطه وبدي اكون مرتاحه، شو كمان بعد فينا نقدر نوصل للاشخاص اللي عم ينجحوا بالحياه؟ يعني ما في حدا نجح بحياته الا ما كان حدا وراه دعمه، يمكن نفسه كانت عم تدعمه. في اشخاص كمان، في اشخاص حدهم ما عم بيساعدون، شو بتقولي لهم؟ هلا مثل ما قلت لك، انا مش مع بس انه يقوموا يقولوا لحالهم اني انا بدي اكون مبسوط اليوم او انا كذا. اوكي هيدي القصه اللي بيحكي مع حاله فيها، بس هو بده يغير من الروتس. انا اللي حكيته انه بدنا نغير من تحت، بدنا ننظف من تحت، اللي هو عباره مثل ما قلنا يتطلع الانسان بالسلف وورث تبعه. نوعيه الناس اللي يتعامل معها كمان كثير مهمه، مع مين انا، مين الانفايرمنت تبعيت اللي انا عم اتعامل معها يوميا. اذا في ناس بحياتي نيجاتيف انا ابعد عنهم قد ما فيي. في حياه ناجحين وبوزيتيف انا بكون حواليهم بذات الوقت. فهول كلهم بياثروا على الانرجي تبعك وحياتك. فتخيلي حالك انت امتى مثل ما عم بتقولي حضرتك بوزيتيف ان ايفريثينج، وبعدين رحتي قعدتي مع ناس عم بتنق، انضرب البوزيتيف كله تبعك من اساسه وما بقى فيه بح. بينما اذا الانسان كمان اذا بده يقول قصه حلوه يخبرها مع الناس البوزيتيف، ما يخبرها مع النيجاتيف، لانه في ناس بتحطمك. طب ليه بس نحن هون بالعكس بنسمع لما انت يكون عندك طاقه ايجابيه، بالعكس روحي عند اشخاص عندهم طاقة سلبية خبريهم هيدا الشيء المنيح، انه بنسمع هيك نقلي لهم طاقتك الايجابية، خبري لهم شيء منيح بركي قدرتي اثرتي عليهم. ولكن هون عم تقولي لا انه هني يمكن طاقتهم السلبية اقوى من وجهها. حسيت بعرفي بتعرفي شو حسيت؟ حسيت اذا انا عم بلشت قصتي بايجابية يمكن الاشخاص السلبية بهبطوك. لا رح يكملوا صفحات القصة بنيجاتيف. انه افرضي مثلا قلتي بدك تفتحي بزنس لإلك وبدك تكبري وبدك تعملي لشو الوضع البلد تعبان وشو عم تفكري شو عم تعملي وشو جايبك لهون وشو عم يمرق براسك ويي حدا بيترك محل مكانه وبينقل هالقد. بتعرفي هيدا مثل لما نحن يصير معنا مشكل، الطريقه الوحيده لما نهون على حالنا كيف نطلع. مثلا انا اذا صارت معي مشكله بلاقيها كثير كبيره، بتطلع بلاقي انت صار معك مشكل اكبر، بقول الحمد لله انا مشكلتي اصغر من مشكلتك. يعني هيك بنصير حتى المشاكل بننبسط انه اشخاص غيرنا عم يقطعوا بمشاكل اكبر من مشاكلنا تنشوف مشاكلنا صغيرة. مشاكلنا وين صارت؟ صح. يعني انه هالقد يمكن مثل ما قلتي صعب اذا عنا هالطاقه ايجابيه ننقلها لاشخاص هن من جوا مقتنعين انه كل شيء بدهم يعملوها بدهم يحكوها كل الطاقه الموجوده عندهم. مزبوط. ما هو الانسان إيه؟ الانسان اللي منه ايجابي او نيجاتيف بحياته ما بيكون ايش حاله انه نيجاتيف. الاكثريه ما بيكونوا شايفين، بفكروا حالهم صح، فكر من هيك واقعيين اكثر. بيقولوا لك نحن عم نحكي بالرياليتي ما شايفين. صح. ما هيدي هي الحياه، انت عايشه بالخيال كلير، نحن عايشين بالحقيقه بالرياليتي. بقول لهم ابدا، الرياليتي هي موجوده جواتي انا بعكسها. بتعرفي بكلامك هلا هي رح يكون هيدا الختام، قلتي ان عايشين بالواقع مفكرين هيدا عاملين اسقاط انه هيدا هو الصح. هيدا يمكن بيعمل مثل تلخيص لكل موضوعنا لليوم، انه قصتنا نحن بنكتبها مثل ما بدنا. نحن بنشيل الاشياء انه هيدا الواقع، هيدا فلان عمل هيك وفلان عمل هيك، نكتب بايجابيه وبنعمل ورح تتكمل القصه بايجابيه. بعتقد اذا عرفوا يحطوا صفحات هالقصه، صفحات هالقصه هيدا اهم يقرروا عن جد. يعني كلير دايما نحن بننبسط فيك. واكيد المشاهدين هلا حيقطع الفيسبوك اكاونت على الشاشه كلير عوضة كل الاشخاص. يعني انا اصلا بنطر بوستات كلير لانه دايما بتحطي صور او فيديوز او تيبس، عن جد اوقات بنكون هيك كثير مكتئبين ولكن اذا قريناها لثانيه بنفكر لا انه لا لازم يكون عندنا ايمان انه القصص صح 100% بدها تمشي بطريقه ايجابيه. فلكل الاشخاص قطع الفيسبوك اكاونت يعملوا لايك وفولو للبيج دكتور كلير عواضة المدربه العالميه للبرمجه اللغويه والعصبيه مايند كوتش. نحن بدنا نتشكر حضورك معنا ودائما ناطرينك. شكرا. وانا بشكر استضافتكم. اهلا وسهلا كلير معنا. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، على امل تكونوا استمتعتوا هيك بكل النصائح الحلوه من ضيفتنا اليوم. يعني هيك بحب بثقة بالنفس بدنا نودعكم. لاقونا بكره بنفس الموعد. الى اللقاء.